ده الوقت اللي كنت تقرر انت عايز ايه؟ عايز الفترة الجاية من حياتك انا بتكلم كمان لمريض السمنة تحديدا لان حوارنا عن السمنة عايز الفترة الجاية من حياتك تقضيها في مستشفيات تقضيها تنتقل بقى من قسم القلب عشان عندك لا قدر الله جلطة في القلب سيبكم من, 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 ده خلاص احنا تمام وتطلع من ده تروح لقسم الصدرية عشان عندك صعوبة في التنفس فعايزين نشوف حل لموضوع السمنة النهاردة حل جازم عشان يطلعك من هذا السجن ضيف العزيز الخيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم جراحات السمنة اللي بيبدأ دائما في حوار الأستاذ دكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا عضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة الاس ار سي نورت دكتور كريم اهلا وسهلا سعيد بوجودك معانا النهارده خلينا نقول هل السمنه سجن؟ طبعا في البدايه تحياتي لحضرتك كل السادة المشاهدين وكل فريق العمل الحقيقه طبعا السمنه المفرطه هي يعني طبعا ده وصف دقيق ليها بتحبس الانسان جواها في مختلف الاعمار اللي طلب الصغيرين بتحبسهم عن المجتمع عن ممارسه الرياضه عن يعني الانخراط في المجتمع بصوره كما يجب دراسيا طبعا تبقى يعني الاطفال مهزومين شويه حتى في الحياه الاسريه بتلاقي الزوجات طبعا ربما يكون عندهم عكسات اجتماعيه بسبب السمنه المفرطه، صعوبه في الانجاب او تاخر سن الانجاب. في السن الاكبر شويه المفاصل الصناعيه ما بقتش ما بقتش يعني حاجه مش مشهوره، يعني طول الوقت بنلاقي انه المفاصل الصناعيه يا اما جاي عشان ينزل وزنه عشان المفصل مش هينفع يتركب على الوزن ده أو إن هو راكب مفصل ومش قادر يتحرك أو بيعاني من إن هو يمارس حياته بصورة صحية مظبوطة بعد بعد ما الوزن هزمه وبعد الوزن ما أدى إلى تآكل المفاصل وخصوصا الركبتين في الوزن الكبير. ده يعني طبعا دي حاجات أنا ما بتكلمش عن الحاجات الطبية بقى زي السكر والضغط والكوليسترول وتدهن الكبد والحاجات، يعني في حاجات زي تدهن الكبد اللي حضرتك اتكلمت عليه هو ملوش حاجة علاجية غير إنقاص الوزن أكتر حاجة فعالة في العالم يعني هو نزل وزنك إن شاء الله الأمور تمشي كويس ادي بقى علاجات كتيرة جدا يعني الناس اللي عندها تدهن في الكبد وإنزيمات عالية وعندها سمنة مفرطة له علاجات الدنيا والآخرة ما مفيش هو لازم تنزل وزنك وبعدين تشوف بقى العلاجات دي هتجيب نتيجة إن شاء الله موفقة المشاكل القلب والشرايين بتاعت القلب في السمنة المفرطة معظم يعني في جزء يعني كبير من حالاتنا بتبقى محوله من اطباء القلب والله يعني يمكن بشوف عينين الاجيكشن فراكشن بتاعهم بيوصل ل 29 و 30 وهو دكاتره القلب بعد الوزن واحد وزنه 200 كيلو وكفاءه القلب بتاعته متدنيه هو هيعالجه ازاي يعمل يعني له ايه وانت لازم تدخل بقى بس لا اتمنى ان الناس توصل لكفاءه قلب قليله قوي ومشاكل في القلب تمنعها او بتحط التخدير او بتحط الجراحين في, في يعني زي بتزنقهم يعني في ان هو يجري عمليه في, في حاله قلب متاخره يعني وانت بتقيس انت ودكتور القلب يعني الجراح ودكتور القلب والتخدير انت بتوزن استفادته مع بعد انقاص الوزن وخطوره اذا تبقى بالوزن ده على كفاءه القلب القليله اذكر يعني مريض في كان في الفرع في طنطا كان 225 كيلو وهو كان انسان بسيط كان بيشتغل في قهوه ويعني و... انسان بسيط جدا وكان طبعا هو الايجيكشن فريكشن بتاعه كان 30 وعنده فنتريكلار تكيكارديا كان يعني عنده زي عدم انتظام في ضربات القلب وده لما بتحطه في ستريس تغذيري او ستريس كان ضربات القلب بتصل الى يعني درجات عاليه جدا قد تعوق ان انت تكمل العمليه فكان في تشالنج يعني انت اي نعم هو طبعا دكاتره القلب منظمين له ضربات القلب ما قبل العمليه بس انت لا تتوقع ال 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 الرد الفعل بتاع القلب او يعني انتظام ضربات القلب ده ينتظم مع تعرضه للبنج تعرضه للتخدير تعرضه للجراحه فانت بتحط الجراح في حاجه آه صعبه جدا يعني انت انت بتعمل تحويل مسار افترضنا ان ضربات القلب حصل له في تك اثناء العمليه فينتريكلر تاكيكارديا عنيفه وتلاقي ضربات القلب وصلت 170 وابتدى البلاد بريشر ينزل انا اذكر العيان ده دكتور التخدير بعد ما خلصنا الحاله دي لانه طبعا حصل له الفنتريك كارديا دكتور التخدير ما جاش العمليات ما معايا لمده اسبوعين تاني من الخوف من الخوف يعني بقى اتخض اتخض اكتر حاجه بتخوف بتوع التخدير الفي تاك الفي طبعا في ثانيه يعني معناه القلب وقف بالظبط آه. طيب انا الجراح بقى احنا عملنا العمليه دي والله العظيم يعني انا بقول له حاجه دي حاله ملهاش علاقه بالعمليه الجراح لا لا العمليه أنا... هي ليها حاجه بالقلب بالعيان يعني آه. هو خاص بالعيان مش تبعنا آه. يعني احنا طبعا عملت العمليه ازاي بقى يومها انا طبعا طول الوقت عمال اخد خطوه لقدام واخد خطوه لورا يعني انا بقول لي فينتريكولار تايكاردي قاعد يدي كوردرون ويدي حاجات اثناء العمليه وقال لي انا لو الضغط ظبط هنكمل يعني المهم كان وقت العمليه قال لي ذا شورتست تايم از يو كان انت خلص لي العمليه في وقت قصير جدا انا طبعا مش متوقع انت ممكن يقرست لازم تطلع الالات و... وخلاص انت آه. مش هتكمل يعني فابتدينا آه. نعمل نعمل ايه ال... كنا بنعمل تحويل مسار في وزن 225 كيلو في زنقه التخدير انت يعني 225 225 كيلو اه هات بقى الغيار ضربت غيار بالعرض وغيار واحد بس بالطول ما كملتش الباوتش سبتها للاخر وقمت موصل الاناستموزس اللي هي الوصله بتاعتنا هي دي الخطوه مم. انا لحد دلوقتي كل خطوه بعملها قابله لإن ان انا ما اكملش عادي آه. آه. يعني غيار عرضي واول غيار طولي دول انا لو لو قال لي ما تكملش خلاص, مش هكمل آه. طالع وخلاص هياكل اكله طبيعي ومش هيحصل آه. حاجه آه. كانه زي حزام معده كده قمت موصل تاني موصل الوصله آه. عملت الوصله في في, في تايم فعلا ده حقيقه وقت قصير انا مش عايز اقول وقت العمليه عشان بس يعني ما تبقاش استفزاز لحد او يعني اللي عملنا ال عملت الوصله وـ وـ وبرضو متوقع ان احنا يقول لي وقف فاضل لك بقى الباوتش تانية فاضل لك اربع خمس غيرات هضربهم طولي عشان م. تكمل الوصله دول خليتهم للاخر بحيث ان انا ابقى يعني في اي لحظه يقول في اي لحظه يقول لي وقف وقف عشان نوقف عشان ممكن قوي اصل هي ايه, إيه الفيتاك ده بتبقى بؤره كهربيه خارجيه موجوده في البطين تقدر تشغل البطين بسرعه عاليه هي مولود مخلوق فيها او حصل خلل معين خلى هذه البقرة تتكون بالظبط احنا طبعا مش عايزين احنا نصل للضغط العصبي اللي بتحط فيه الجراح او الضغط العصبي اللي بتحط فيه التخدير لا ليه يعني انت ما توصلش لدرجه بقى ان الشرايين تتقفل كلها وتركب دعامات وتركب حاجات ودكاتره القلب يتعبوا معاك ودكاتره التخدير الوزن الزائد لابد من علاجه لانقاص الوزن اعمل عمليه تكميم خدش ثلث ساعه اعمل عمليه تحويل مسار نص ساعة ساعة ربع في الأوزان الضخمة أقعد في المستشفى 12 ساعة فتحات صغيرة يعني في البطن أنت بتقعد في المستشفى 12 ساعة بتقعد يوم في البيت وتنزل نشاطك الطبيعي الحالات المتقدمة في السمنة أكيد بيكون عندها مشاكل محتاجة يعني مجهود تحضيري أكتر من الطبيعي فيعني ما تهملش نفسك وما وبلاش تحط الجراحين برضه في مواقف حرج والتخدير وال يعني كل المستشفيات <applause> طبعا بتبقى يعني في حاله طارئه يعني <applause> كلمه فشل عمليه الكلمه دي هي محور حوارنا القادم في الكلام اللي جاي هل ممكن اختيار عمليه معينه يكون هو نفسه السبب في فشل هذه العمليه ده سوء اختيار حاجه تانية هل في عمليات اساسا توصف بانها بين قوسين قابله للفشل سؤالين طبعا كل عمليات السمنه في عمليات يعني احنا لو عملناها يبقى احنا سبب فيها يعني زي مثلا تدبيس المعده كشكشه المعده حزام المعده طي المعده الحاجات دي اللي هي عمليه الفراشه دي عمليات اصلا ما حدش بيتكلم عليها في الاوساط الطبيه خالص دي العمليات دي يعني زي تدبيس المعده اتمنع من 2007 ما حدش بيعمل العمليات دي وانا شايف ان احنا بنبقى مشاركين في فشلنا ان احنا بنختار عمليات اصلا ما بتتعملش فللعلم للعلم عمليه تدبيس المعده ما حدش يعملها إحنا في مرحلة اللي إحنا بنصلح العمليات اللي هي سنين بنصلح في عملية تدبيس المعدة يعني من العمليات الصعبة جدا عملية تدبيس المعدة قالوا إن إحنا نعمل عملية الفراشة هي كل الموضوع توفير للماديات فبنعمل عمليات قديمة بمستهلكات قديمة وبالتالي هي مصيرها للفشل يعني فأنصح كل الناس محدش يعمل تدبيس المعدة حدش يعمل عملية فراشة المعدة محدش برضه يعمل عملية تكييك المعدة هي ما لم توجد عملية مش عملية <تصفيق> <تصفيق> يعني دي مش عملية في عمليه حزام المعده برضو من العمليات اللي هي بطلت يعني ما يجربها بقى خلاص احنا في 2021 فدي عمليات اصلا من الاصل هي فاشله فشل بقى العمليات الحديثه زي تكميم المعده تحويل مسار المعده المصغر تحويل مسار المعده الكلاسيكي تحويل مسار الاثنى عشر قد يكون العيان هو معمول لعمليه خاطئه مش مظبوطه ما, ما كل حاجه محتاجه حرفيه شديده يعني اذا لم تتم بالحرفيه الشديده انت اصلا مش هتخس خالص يعني ما، يعني ده مش هتخس نمره اثنين الاختيار يعني عمليه متوافق عليها طبيا زي التكميم او تحويل المسار وعملتها في عيان خاطئ ما هو مش هيستفيد عملت عمليه تكميم في عيان ارتجاع شديد في المريء ما هو ده هينتهي بامراض اكتر من الطبيعي اللي عملت تحويل مسار بصوره غير موفقه يعني اعمل تحويل مسار معده مصغر باوتش قصيره ما انت يعني بتعرض العين لمشاكل ارتجاع مراري عنيف ومشاكل كثيره سوء امتصاص شديد سوء امتصاص يعني قليل مش هيخس زودت سوء الامتصاص مش هي... هيزيد سوء الامتصاص عنده يحصل له نقص فيتامينز يعني حاجات طبعا طبيه وجراحيه قد تكون هي السبب اللي برضو استخدام المسالجات الطبيه مش الأحدث بقى يعني انت بتبقى عايز دباسات فليكس عايز دباسات متقدمه تساعدك شويه في الانسجه اللي هي في عمليه الاعاده محتاج ان انت تختار يعني اقوى حاجه واعلى التقنيات الحديثه سمك المعده متليف وسميك ومش نافع معايا الدباسات العاديه محتاج اختيار موفق عمليه تحويل مسار محتاجه دباسه فيها فليكسابيلتي استخدم المستهلكات يبقى عندك الحرفيه الشديده في استهلاك المستهلكات الطبيه الاحدث في العالم. طاقم التخدير قد يكون فشل في طاقم التخدير نفسه يبقى يعمل لك مشاكل تخديريه انت يعني ما مش هتبقى يعني بصددها انت راجل عملت الجوب بتاعتك الجراحيه بس انت مسؤول عن عين تقديريا ف فالمستشفيات طبعا واختيار الادويه اللي بتستخدم اثناء البنج كل الحاجات دي بتدي سيفتي اكتر ونتائج اعلى. دايما اسال اذا فشلت مثلا حزام المعده دي عمل ناس في وقت من الاوقات كان منتشر جدا طب اللي عملوا حزام المعده وفعلا بداوا يعانوا منه دلوقتي ايه الانسب ليهم تدبيس المعده برضو في وقت من الاوقات كانت العمليه الاكثر انتشارا زمان الانسب لتغييرها ايه دلوقتي وتعديلها ايه كل العمليات الجراحيه يمكن اصلاحها يعني حزام المعده يمكن نشيله بس نتخلص منه لانه جسم غريب او ممكن نشيله ونعمل تكميم معده او ممكن نشيله ونعمل تحويل مسار بناء يعني على ما يتراءى للجراح لانه احيانا بتبقى الانسجه متاكله بسبب الحزام اللي هو محوط المعده بقاله سنين جسم غريب قد يكون ممكن تلاقيه جوه المعده واكل المعده جواها يعني بالمنظار الحزام جوه المعده مش براها والطبيعي ان الحزام يبقى براها طبعا الكلام ده لا هيفهمه الناس اللي هم عاملين حزام نفسهم لان طبعا بقيه الناس مش عمليه تدبيس المعده اللي المعده اتدبست اتفتحت البطن واتدبست المعده او فراشه عمليه الفراشه اللي اتعملت بالمنظار بيغيرين غيار من اليمين والشمال وحاطين شبكه حوالين المعده طبعا دي محتاجه تحويل مسار او الغاء يعني واحد بيشتكي من تدبيس المعده او الفراشه ومتهالك والله عينين بتوصل بال 43 كيلو الحقيقه يعني بيحصل لهم مشاكل كتيره جدا من كتر الترجيع السمنه اختفت بقى عنده لعنه تانية اللي هي لعنه الترجيع باستمرار مش قادر ياكل حاجات صلبه وبياكل سكريات وشوكولاتات وايس كريم ومعجنات وعمال يزحلق حاجات اللي هي تقدر تدوب الحاجات الصلبه كلها اللي فيها الرمق وفيها الفيتامينز وفيها التغذيه السليمه ما بتوصلش المعده بيتزنق فيها وبرجعها وبيبقى في صعوبه جامده جدا فطبعا ده يا اما يعمل تحويل مسار بعض الناس بيعمل تحويل مسار معدة مصغر وده يعني قليلة ولكن معظم الناس اللي هي بعد التدبيس لازم يعمل تحويل مسار معدة كلاسيكي مم. الهدف منه ان انت تاكل وتاكل اكل طبيعي زي الناس اللي هي بتاكل الطبيعية وتخس لان التدبيس بيبقوا مزنوقين في في ان هم بياكلوا حاجات سكريات عالية جدا فتقوم تزود الوزن وهو مش عارف ياكل يا ريته بيعرف ياكل ويزيد في الوزن هو يعني استريح حتى يعني يعني مش متعذب لكن هو اللي متعذب مش قادر ياكل وبزيد في الوزن طبعا فحس ان هو طبعا طول الوقت يعني مش مبسوط فعمليه تحويل المسار هي علاج جذري للناس اللي هم عندهم مشاكل في تدبيس المعده التكميم قابله للفشل يا يعني اما ما اتعملتش كويس فانت محتاج تعيدها بصوره مظبوطه او كانت معموله كويس وزادت في الحجم فمحتاجه تقص تاني او محتاجه ان تتحولها تحولها لتحويل مسار معده مصغر او كلاسيكي ومن العلامات الجميله اللي هي ممكن تعملها اعاده إيه بسهوله وباحترافيه شديده. تحويل مسار المعده المصغر قابل للفشل يا يعني اما ما اتعملش كويس فمحتاج يتعادي يتعمل كويس او هو اتعمل كويس وفشل على المدى البعيد باسباب يعني قد تكون بسبب سوء استخدام ممكن يحتاج الى اعاده اصلاح لتحويل المسار يتعمل اصلاح على تحويل مسار المعده المصغر ويمكن تحويله الى تحويل مسار معده كلاسيكي بسهوله جدا. وتتعامل بان انت ممكن تسيب الم... يعني ممكن تتعامل يعني يعني في حاجات ما انتش لازم تقص المعده كلها وت... وتصلحها من اول وجديد، واحد عمل تحويل مسار معده مصغر عشان السكر وكان عنده وزن مش كتير وبعدين الوزن مش كتير ده ما زادش وبعدين السكر رجع تاني. في حاجه اسمها الجات ادابتيشن والهرمون ادابتي في اسباب قد تعيد السكر مره ثانيه. أم... فانت ممكن تسيب المعده زي ما هي وتسيب الوصله زي ما هي وتعمل حاجه اسمها دايفيرتد رون واي جاستريك باي عمليه سهله جدا في وقت قصير انت بس بتزود متر في سوق الامتصاص يعني عايز تزود كفاءه المعده متر ودي عمليه في وقت قصير جدا فانت مش كل عمليات السمنه المفرطه اللي هم الناس اللي هو عاملين تحويل مسار معده ومصغر مش كلهم لازم تعيد كل العمليه لا انت ممكن تضيق الباوتش ممكن تحولها لتحويل مسار معده كلاسيكي كامل او تعد او تعملها دايفيرتد <applause> ان واي بان انت تزود متر بس من سوق الامتصاص. عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي يمكن اصلاحها بكذا طريقه. طريقتين منهم مشهورين جدا ان احنا نعمل نصغر حجم الباوتش لان تحويل مسار المعده الكلاسيكي الباوتش بتاعتها لو زادت يبقى هي مش تحويل مسار المعده الكلاسيكي هي لازم تكون معده صغيره معده صغيره حجمها صغير مش زي تحويل مسار المعده المصغر لأن هي قائمه عن تصغير حجم المعده احنا بقى لو هي فشلت على المدى البعيد خصوصا يعني آآ آآ ليها نسبه فشل طبعا ومعظم الناس تكون جايه من بره لان احنا يعني في مصر بنعمل تحويل مسار المعده المصغر اكتر من الكلاسيكي شويه فدايما بيبقى يا اما عايش مصري عايش بره او جاي من بره هو يصلح عمليه تحويل مسار المعده المصغر الكلاسيكي بنصغر حجم المعده وفي معظم الوقت بنحتاج نعمل عليها باند تبقى باندد باي بوس. الوصله ما بين المعده والامعاء بتكون وسعت بنعملها لها سليفنج للجستروجونستومي تضييق للوصله ما بين المعده والامعاء عشان احنا عايزين عايزين نعمل ريستريكشن يعني تبقى وصله صغيره. الاخر حاجه ممكن نصلح بيها تحويل مسار المعده الكلاسيكي الدستلايزيشن لو انت حجم المعده بتاعك صغير الوصله بتاعتك صغيره ما عندكش طريقه ثانيه اللي انت تعمل ديستالايزيشن او تنقل الوصله على بعد ابعد شويه بحيث تزود المساحه من الامعاء اللي هي بتمتص السكريات والدهون تستبعدها يعني طبعا ده احنا في حاجات احنا بنقعد مع العيان يكون بس محطوط على يعني يعني عمليه السمنه المفرطه عمليات الاعاده لابد من مراجعه المريض ان هو الهابتس بتاعته اصلا مظبوطه ولا مش مظبوطه يعني نصيحه للناس اللي عاملين تكميم احنا مش عايزين نعمل لكم كلكم كل الناس اللي فشلت بعد التكميم لو عمليتك مظبوطه ما تعملش تحول مسار او او تعمل عمليه اصلاح على طول انت في خطوات امشي على الوضع الطبيعي يعني سي ان انا ما بعد تكميم المعده حجم الوجبه صغير الجوع قل الشبع زاد ولكن عدد الوجبات زاد وجريزنج هو, هو كل خمس دقائق 10 دقائق كل نص ساعه بينصب بيمش على نفسه بالظبط كده فانت قللت العمليه ساعدتك من ناحيه وانت آآ آآ يعني 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 لفيت من ناحيه ثانيه فاذا نصيحة للناس اللي عاملين تكميل المعدة احنا عايزين نرجع للوضع الطبيعي اللي هو الفطار والغداء والعشاء للناس لمعظم الناس او عدد الوجبات يكون مقبول خمس وجبات في اليوم مش هيحصل حاجة لكن ما بقاش انت بتحسب عدد الكالوريز في اليوم او عدد الوجبات في اليوم تلاقيها 15 وجبة الجريزنج ده تعمل له ايه؟ مم. ده السؤال الناس اللي هي قللت كمية الوجبات الصلبة الصحية السليمة ولكن عنده سوء استخدام في السكريات بعنف شديد اتصبت بطريقه ثانيه بالظبط فانت زودت انت بدل ما قللت كميه الاكل كويس بالضبط فانت دلوقتي زودت المستهلك من نوعيه الاكل بصوره قد تكون ضره وتزود الوزن وانت مش حاسس ان انت زودت اللي احنا دول بيبقى سهل عليكم لو مع شويه تعليمات بسيطه وفي شويه ادويه متوفره يعني طبيا بتيجي من الصيدليه باستشاري تغذيه بيكتب أدوية بتساعد على أن هي تنشط العمليات مرة تانية بتشتغل على مراكز الجوع بتشتغل على زيادة الشبع أكتر بتشتغل على أن هي تنظم تساعد على تنظيم عدد الوجبات وده تحت استشاري التغذية بيقوم بدوره اللي هو المظبوط إذا المريض ينبغي أن يستوعب أنه هذه العمليات أه كل العمليات القديمه التي منعت من العالم يمكن الان تصحيحها بالعمليات الحديثه الافضل العمليات الموثقه. العمليات نفسها التي لو حدث فيها اي نوع من الخلل نتيجه تصرفات سيادتك او عدم جوده في تصنيع العمليه نفسها يمكن اصلاح الامر مره اخرى والعوده الى عمليه شبه بيرفكت. كل ده كمان بالاضافه الى انك انت نفسك بقى تبقى مش تويستد مش ملتوي على العملية ما يحصلش نوع من الاحتيال ده التعبير الدقيق على العمليات ما نقولكش تمتنع عن كذا وسعادتك تمتنع عن الأكل الكتير آه لكن تمشي في اتجاه السوائل المليانة سكر والشوكليتس والحلويات يبقى أنت كده تعمل احتيال أرجوك ما تبقاش محتال ضيفي طيب العزيز القيمه العلميه المتميزه والاسم اللامع الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحه السمنه والمناظير استاذ بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا دايما بتنورنا شكرا ودايما من بتضيء مناطق مهمه جدا في عالم جراحه السمنه نورت الناس شكرا. شكرا خليكم معنا سحل.